لا انا كنت اتمنى ان انا اخش المدرسه مره. حد شغل منها. اتمنى ان انا اخش المدرسه مره. حد شغل منها. ما دخلتيش المدرسه يا حاجه؟ لا ما دخلتش وانا شباب. لا ليه؟ ابويا كان صعيدي، عيب يعلم البنات. عيب ان يعلم البنات؟ اعلم الصبيان. وانت عندك كام ولد دلوقتي وكام بنت؟ معايا 3 صبيان وثلاث بنات. علمتيهم؟ تعليم عالي. تعليم عالي؟ واحده ضربه سكرتيريه، واحدة كانت في كلية حلوان مديرة، وواحدة كلية النصر مدرسة انجليزي. كلهم ما شاء الله اتعلموا تعليم عالي. علمت. انت حبيتي تعوضيهم عن اللي انت ما عرفتيش تعمليه. كنت شبطانة ان انا اعلمهم عشان انا زعلانة عشان ابويا ما ادانيش المدرسة. كنت زعلانة. لما رحت اتعلمتي بقى في الفصل هنا في القريه، قريه دكمه في شبين الكوم، ايه اللي حصل يعني؟ اتعلمتي ايه؟ اتعلمت الحروف اللي انا ما كنتش عارفه اقومها على بعضها، حروف متقطعه. هنا نجملها كلمه. اسال الابله، ما حدش واخد منها حاجه. الابله بتاعتك طيب عملت ايه معاكي بقى؟ يعني كلميني عنها. كنت بحبها جدا عشان هي قالت لي تعالي اتعلمي. بحبها جدا والله. يعني قالت لي تعالي محو، قلت لها الله يهدي لك حالك، انا كان نفسي اقعد على تخته في المدرسه.